مباراة اتحاد البوليدة وشباب أهلي برج بوعيريج كانت مقبولة على العموم وأدار الحكم السيد حوسنية. البداية كانت مثيرة من جانب فريق اتحاد البوليدة في وقت مبكر بعد مرور 9 دقائق، المتألق أوزناجي وبمساعدة أحد المدافعين يتمكن من افتتاح باب التسجيل لفائدة فريق اتحاد البوليدة. هدف مبكر زاد في الإثارة والتنافس في الدقائق المتبقية. رد البرايجية كان من خلال هذه المحاولة، لكن الحارس البوليدي خلادي أنقذ الموقف. ثم محاولة أخرى، هذه المرة عن طريق لوز، كرته مرت جانبية وحمية من جانب اتحاد البوليدة. ضيع فرصة ثمينة داخل منطقة العملية، نفس اللاعب يتألق يراوغ يتوغل على الجهة اليسرى والحارس خلادي ينقذ الموقف. ثم محاولة أخرى برايجية، لكن الدفاع يتدخل ويحول هذه الكرة إلى الركنية. بالخيثر على الجهة اليمنى يستلم هذه الكرة، يسدد بقوة والحارس البرايجي نايلي في المكان المناسب. الشوط الأول ينتهي بتفوق البوليدة بهدف دون مقابل، وهذا الشاب يتمنى هدفا ثانيا لفريقه البوليدة الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، وهذا اللاعب البديل ضيع فرصة إضافة هدف ثاني. دائما اتحاد البوليدة ومحاولات كثيرة ومتكررة، ونايلي في المكان المناسب مرة أخرى. أخطر كرة لفريق البرج كانت عن طريق بالخير بعد كرة دقيقة من محمد رابح. دائما الاعتماد على هجمات المرتدة السريعة من جانب اتحاد البوليدة، لكن الحارس البرايجي أسرع في هذه الكرة. الدقيقة الأخيرة من المباراة، هجمة معاكسة مرتدة، أوزناجي يمرر بطريقة جيدة، وبودينا الذي أدى مباراة كبيرة يتمكن من إضافة الهدف الثاني، هدف التأهل، الاطمئنان والأمان والمرور إلى الدور المقبل.